عبا كوثر كما تلاحظون من خلف مالك أعداد كبيرة متواجدة هنا في ساحة شاطئ وسط باريس. جاءوا وما زالوا يتوافدون إلى هذه الساحة للتعبير عن وقوفهم وتضامنهم مع المدنيين في قطاع غزة. طبعا الوقفة بدأت ببعض الكلمات التي ألقاها مسؤول المنظمات والجمعيات منهم لدعم القضية الفلسطينية، وأيضا داعمين للحراك الطلابي الذي انطلق في فرنسا دعما لغزة وفي المدن العالمية والجامعات العالمية. طبعا هذه الشعارات التي يرددها المحتجون هنا، الحرية لفلسطين والحرية لغزة، بالإضافة أيضا إلى التنديد وشجب التواطؤ الفرنسي واتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قبل هؤلاء الحضور بأنه يتواطئ في الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون والمدنيون على وجه التحديد في غزة وأيضا في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين. أيضا طالبوا بإدخال المساعدات ووقف فوريا لإطلاق النار، كما تشاهدين الأعلام الفلسطينية حاضرة بكثرة، بالإضافة أيضا إلى الكوفية الفلسطينية التي باتت تعبر هنا في فرنسا عن تضامن هؤلاء مع المدنيين في فلسطين ومع فلسطين. أيضا ذكروا بأنه يجب أن يكون هنالك لتحقيق السلام، يجب أن يكون هنالك تحقيق للعدالة وبالتالي محاسبة كل شخص متورط في الإبادة التي تحصل اليوم في غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هنالك شعارات أيضا أخرى مرفوعة، منها التنديد بالألعاب الأولمبية، حيث من المتوقع أن تشارك فرق تابعة للاحتلال الإسرائيلي في هذه الألعاب، وكان هنالك وقفات أمام اللجنة المنظمة لهذه الألعاب للاحتجاج على المشاركة ومطالبة بقطع أو منع هؤلاء من المشاركة على غرار الرفض الفرنسي لمشاركة روسيا في هذه الألعاب، بالإضافة أيضا إلى التأكيد على دعم الطلبة الفرنسيين الذين تم إخراجهم بالقوة من حرم بعض الجامعات والمعاهد الفرنسية. وبالتالي هنالك أيضا دعوات أخرى للخروج في تظاهرات في مدن فرنسية متفرقة، وأيضا تنظيم وقفات مماثلة في الأيام المقبلة وخلال الأسبوع المقبل، و الخروج ومؤازرة الطلاب في أي موقع يخرجون فيه أو في أي جامعة يودون الاعتصام بها. هؤلاء يؤكدون بأنهم مستمرون في وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومؤكدين بأنهم يدعمون الفلسطينيين بأن يكون لهم دولة يعترف بها كامل العالم وبأن لهم حقوق مثلهم مثل باقي الشعوب العالمية. طبعا هنا الآن بعد إلقاء هذه الكلمات هنالك تصفيق، خصوصا وأنه تم توجيه تحية للعاملين في القطاع الصحي في قطاع غزة.